العالمين الحمد لله رب العالمين قنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الخامس عشر من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. عشر كيشانية طبنات طبنية شنات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. حنوغ بلابنا يا عشر كاشانية طبنات وللخفض حسنك وحاوسك ناضي ثلاث علامات على مين وصدحة: الكسرة حسنك يا والياء يا والفتحة كردك. خفض صدح علامين لذا كسرة يا فتح صدح وحا أصل كسرة يا فتحنا وحي نائب كيهين كسرة فتح محا ماشا كينا دي لغنا كردك ويهي ونائب وحي نائب كتهي كسرة. خفض مركز صدع علامي لذا كسرة يا فتحة صدح وحا أصل كسرة يا يا فتحة ونائب وحي نائب كيهين كسرة. سلاذا كلي مهم كوحاوي وحكا سؤال لغة عربية هوس لغن صدح مدك مدكوس لغيه وحكا سؤال لغة عربية بلارن واسعة عملاقة اللغة العربية لغة عملاقة ولغة عملاق وين بلادن وحكا صو هوس لغن صدحا مدن بكوس لغي كسرة يا فتح صدح ذا هداد كويد كلمة عربنا عيتا كلمة عربية كلمة اف عربي عيت ما هوس لغن هكا شكل. وللخفض هوس لغ وحاوسونا ثلاث علامات على مين وصدحة: الكسرة توصلك با وسكناتي والياء ياء والفتحة كردك. فأما الكسرة كسرة فتكون وحي أهاني هي كسرة علامة علامي للخفض هوصلك أهاني واي في ثلاثة مواضع صدح بوص في الاسم اسمي المفرد كلي أها اسم مفرد وحال لي هذا وقال صبرة باب كان مركز جوية باب معرفة علامات الإعراب وما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة. في الاسم اسمي المفرد مفرد كالمنصرف إيجادوم هي اللغة أهان نحو ذنا المنصرف أقبل تنوين إيه هوصلك منصرف يا ما لا ينصرف باجر منصرف وامدك أقبل التنوينك لبا شقلك لبا كرقي لبا وصيقي لبا قدي يوصلك ما لا ينصرفنا وامدك أن تنوينك وقرين يوصلك. في الاسم اسمي المفرد مفرد كالمنصرف قدوم هي أما المنصرف أقبل أي تنوينك وجمع تكسير ججب تجمع هذه جميع المنصرف قدوم هي أما المنصرف أقبل أي تنوين كي حصلك إيا وجمع المؤنث بديك جمع عيسي أسالم أنبت قلي أفرس كسر صدح بوص بيدك تالي كسر وجوك تحالة خفض حصلك صدح بوص بيدك صدح رابوص اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث السال حداد أفرس صدح عن كسر أيدك لو منصرف براعي منا منصرف من راعي اسم مفرد محور راعي منصرف جمع تكسيرنا منصرف جمع ما نسالم راعي سبب جمع ما نسالم ما لا ينصرف ما والنقضبة ومنصرف جمع ما نسالم ما لا ينصرف ما النقض اسمي ما لا ينصرف نقضها دال مغشوها لبضا واسم مفرد جمع تكسير بس قاعدة أنا ساكو قبو
اسم ما لا ينصرف على ضاد مقشاه اما ان يكون اسما مفردا او جمع تكسير. اسم ما لا ينصرف على ضاد مقش اما هو اسم مفرد سيدا مررت باحمد مررت بعثمان اما هو جمع تكسير. جمع تكسير كما حاكم مساجد مررت بمساجد بمصابيح يقول الله مرك الله بدن بابا لا ينصرف النقطة. فأما الكسرة كسرة فتكون وحياهن هي كسرة علامة علامة للخفض وصل وهن في ثلاثة مواضع صدح بوص في الاسم اسمي المفرد مفرد كالمنصرف جدوم هي المنصرف أقبل هي تنوين كيهصرك وجمع تكسير ججم تجمع جمع تكسير كالمنصرف جدوم هي أما تنوين كيهصرك أقبل وجمع المؤنث الذي كجمع عيسي السالم النبات قال يا مانو سالم سو ما لا ينصرف من هو منصرف اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث سالم صدها محل وصل الى كسر كسر مظاهرها النقطه المقدره كسر ما يقبل اسم دكتي صدح اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث سالم صدها محل وصل الى اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث سالم كسر يكبد سعيل ليس كسر صدح بوس بيدكتي وحالة خفض جوكت اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث السالم اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث السالم محله أصلقا محله أصلقا كسر مثال اسم مفرد منصرف لبن نوع مثال كإمانس اسم مفرد منصرف لبن نوع مثال سوغه بكسرة ظاهرة هي بكسرة مقدرة بكسرة ظاهرة ومرت بزيد مرت بخالد مرت بعلي ها يا قوة الله مثل مركب حديث مرت بزيد مرت فعل وفاعل بزيد الباء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة ظاهرة في آخرها الجار والمجرور متعلق بمررت مرت بخالد مرت فعل وفاعل بخالد الباء حرف جر خالد اسم مجرور بالباء علامة جره كسرة ظاهرة في آخره مررت بعلي مررت فعل وفاعل بعلي الباء حرف جر علي اسم مجرور بالباء علامة جره كسرة ظاهرة في آخره أم على آخره وأسلم علامة جره كسرة ظاهرة على آخره اسم مفرد منصرف وكسرة كم موقته اسم مفرد منصرف وحركتي إعراب كلو قدر وكسرة لو قدرنا مررت بالفتى مررت بالقاضي مررت بغلامي صدح لي وعد قرنس مررت بالفتى مررت فعل وفاعل بالفتى الباء حرف جر الفتى اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة مقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر مررت بموسى لمد مررت فعل يفعل بموسى الباء وحرف جر موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر مررت بالقاضي سوى ثقل كان مررت فعل وفعل بالقاضي الباء وحرف جر القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر من أين إنه وهي بالقاضي وهي متعذر بها ما يواثق لنا نحن مررت بالقاضي مررت فعل وفاعل بالقاضي الباء حرف جر القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل إن هي بداعي بالقاضي مركوين الضاد بالقاضي الباء حرف جر القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ما قرأت بغلامين ومناسبة واسكاكر مرات فعل وفاعل بغلامي الباء حرف جر غلامي اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة
لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها ولا من مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وجمع تكسير ججمين تجمع هذه لبا مثال باك إيمانا لبده كسر ظاهرة إيه كسر مقدرة كسر ظاهرة مرت بالرجال مرت بالغلمان مرت بالأسود يقوى الله متك مرت بالرجال مرت فعل وفاعل بالرجال الباء حرف جر الرجال اسم مجرور بالباء علامة جره كسرة ظاهرة في آخره مرت بالغلمان مرت فعل وفاعل بالغلمان الباء حرف جر الغلمان اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره غلمان غلام باغلمان وجمع وجمعية سميت كامل مرت بالأسود أسد أسود والوجمع أسد أسد والوجمع هذا جمع التكسير مرت بالأسود مرت فعل وفاعل بالأسود الباء حرف جر الأسود اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره جمع التكسير كسرة مقدرات مرت بالأسارة محابيس بن صومر مرت بالجرحى كوي داوعى بن صومر مرت بالقتلى كوي للاي بن صومر مرت بالعذارى قبله نمضها بن صومر مرت بالأسارة مرت فعل وفاعل بالأسارة الباء حرف جر الأسارة اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ذريعة تعذر مرت بالجرح مرت فعل وفاعل بالجرح الباء حرف جر الجرح اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ذريعة تعذر مرت بالقتلى مرت فعل وفاعل بالقتلى الباء حرف جر القتلى اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ذريعة تعذر جاء عمان سالم سوى هل نوع مثال كما كسر ظاهرة كسر مقدرة كما إمات إلا هل مرموية المضاف إلى ياء المتكلم ياء المتكلم هذه اللوضة مرات وحان سومر ببقرات اللوضين مرات وحان سومر بغنيمات حين تيد حين ولا قرن سوما أريق عن بنيو أريق عن بنيو غنيمات بيلا غنيمات حين مرات وحان سومر بشجرات جيدهي درتي الكامر أمرك يا المتكلم لا إضافة بس أيو يهي كسر مقدرة أما حركة اللي مقدرة بقى بس وحيك على جامعة سالم وحركة دي سوى ظاهرة حركة دي سوى ظاهرة مرات بالمسلمات مرات فعل وفاعل بالمسلمات الباء حرف جر المسلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مرات بالهندات مرات فعل وفاعل بالهندات الباء حرف جر الهندات اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره واي مرات بالمؤمنات مرات فعل وفاعل بالمؤمنات الباء حرف جر المؤمنات اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره واضح ها وها صاهر هذه لا إضافية والمتكلم كسرة ولو قدري مرات بغلا مرات ببقراتي ودي مرات وها صامر بقرة بقرات بقرة بقرات مرات ببقراتي لا ضيذ وان صامر أما سعي الكي مرات فعل وفاعل ببقراتي الباء حرف جر بقراتي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها بقرات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مرات وحان سومر ببقرات مرت فعل وفاعل ببقرات الباء حرف جر بقرات اسم مجرور بالباء وعلامة جره له كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة
لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها بقرات مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. مرت بغنيمات حينتين، مرت فعل وفاعل، بغنيمات الباء حرف جر، غنيمات اسم مجرور بالباء علامة جر، كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. مراع من ذورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها. غنيمات مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. طيب، مرات بشجرات جيده هي بانصو مري، مرات فعل وفاعل، بشجرات الباء حرف جر، شجرات اسم مجرور بالباء وعلامة جر، كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ذورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها. شجرات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. فأما الكسرة كسرة دي فتكون وحيانية كسرة دي علامة علامة للخفض وصل وهن في ثلاثة مواضع، صدح بوس في الاسم اسمي المفرد مفرد ك المنصرف إيق قدوم هي المنصرف أقبل هي التوين كي هوصلق، وجمع تكسير ججب تجمع جمع تكسير كي المنصرف إيق قدوم هي المنصرف أقبل هي التوين كي هوصلق. المنصرف هو الذي يقبل التوين والجر بالكسر، لبضع وحا منصرف لو قدري وحما لا ينصرف نقضب لبضع ورطما لا ينصرف اسم مبانو اسم النقضان اللبو اسم مفرد جمع تكسير، جمع المؤنث السالم واسم ما لا ينصرف من نقض، جمع مذكر السالم ما لا ينصرف من نقض، مثنى ما لا ينصرف من نقض، أسماء الخمسة ما لا ينصرف من نقض، أسماء الإعراب اللحس أسماء الإعراب ما قيقوا هاي لحسوا ماي يلا وفع لحذي اللي بكقوه ما يقى سؤال أفرتك لو منصرف ولي ما لا ينصرف من نقضان، جمع ما نفسان جمع ذكر سال مثنى أسماء الخمس. فأما الكسرة كسرة دي فتكون وحيانية كسرة دي علامة علامة للخفض وصل وهن في ثلاثة مواضع، صدح بوس في الاسم اسم يا المفرد يا مفرد كاها المنصرف قدوم هي المنصرف أقبل هي تنوين يا وصلك، وجمع تكسير ججم تجمع عيد المنصرف قدوم هي أما المنصرف أقبل هي تنوين يا وصلك، يا وجمع المؤنث الذي جمع عيس السالم إنما تقلي عفوا على هذا. سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.